صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية راجعا إلى المدينة، فأنزل الله عليه سورة الفتح وأعطاه فيها خيبر، كما قال تعالى في كتابه: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة علم أن يهود خيبر يتصلون بالمنافقين وقبائل العرب الضاربين حولهم ليؤلفوا جبهة تكيد للمسلمين. وهل انتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ميلاد هذا الحلف الذي سيتآمر على المسلمين من جديد؟ يا بني، إن المسلمين كانوا أيقاظا لهذه الدسائس، فما أن عادوا من غزوة الحديبية حتى توجهوا إلى خيبر لكسر كيد اليهود بعد أن أمنوا مكر قريش التي كانت أكبر قوة وألد عدو للمسلمين. فكان لزاما أن يتفرغ المسلمون لمحاسبة يهود خيبر. وهل واجه المسلمون تحالف المشركين واليهود دفعة واحدة؟ نزل رسول الله عليه السلام بالرجيع وهو واد بين خيبر وغطفان التي سارت لتظاهر اليهود. فلما ساروا سمعوا أن المسلمين نزلوا خلفهم في أموالهم وأهليهم، فرجعوا على أعقابهم وأقاموا في ديارهم وخلوا بين رسول الله عليه السلام وخيبر. إذا عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عزل يهود خيبر عن حلفائهم المشركين. أحسنت يا بني، ولقد استفاد المسلمون من هذه الحركة العسكرية أمرا آخر، حيث ظن يهود خيبر أن الجيش الإسلامي زاحف صوب غطفان. لنذهب إلى حقولنا يا معشر يهود، لا داعي للخوف من المسلمين، إنهم لا يقصدوننا. أجل، لابد أن جيش المسلمين زاحف صوب غطفان. هيا يا رجال إلى حقولكم، خذوا المساحي والسلال ولا تخشوا هجوم المسلمين علينا. وهكذا ظن يهود خيبر أن الجيش الإسلامي زاحف صوب غطفان، فلم يعيروه انتباها حيث غدوا إلى حقولهم. فما شعروا إلا والمسلمين على أبواب خيبر. أجل يا أسامة، فلما رأوا محمدا عليه السلام وجنده ولوا هاربين إلى حصونهم. اهربوا يا معشر يهود، اهربوا جميعا. محمد والخميس اهربوا. حينئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر خربت خيبر، الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وهل هرب اليهود وسلموا مدينتهم بهذه السهولة؟ لا يا بني، إنهم هربوا ليتحصنوا في قلاعهم، فاليهود لا يعتمدون على تسيير الجيوش تصيب ويصاب منها، إنهم يكرهون اللقاء في ميادين القتال المكشوفة. وبهذا وصفهم ربنا في كتابه العزيز: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. إنهم يحبون الحياة ويحرصون عليها كما وصفهم الله سبحانه وتعالى. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يعد أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير.
من أمر المسلمين عندما فر اليهود إلى حصونهم. دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وأشرف عليها ثم قال: قفوا. فوقف الجيش الزاحف المتوثب لتطهير أرض الجزيرة العربية من رجس اليهود. ثم تضرع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله قائلا: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأرضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها، أقدموا بسم الله. وبات المسلمون وقد تهيأوا لاقتحام حصون خيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الدخول: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يتساءلون أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يأخذها، فقال: أين علي ابن أبي طالب؟ يا رسول الله، هو يشتكي عيني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرسلوا إلي. هيا يا أخي لنذهب إلى علي بن أبي طالب فنأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء علي؟ بصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وماذا فعل علي يا جدي بعد أخذ راية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انطلق علي رضي الله عنه برايته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف على أبواب خيبر التي كانت منقسمة إلى شطرين. الشطر الأول فيه خمسة حصون، هي حصن ناعم، حصن الصعب بن معاذ، حصن قلعة الزبير، وحصن أبي، وحصن النزار. وأما الشطر الثاني ففيه ثلاثة حصون، هي حصن القموس، وحصن الوطيح، وحصن السلالم. فكان أول حصن هجمه المسلمون هو حصن ناعم، وكان شعارهم: يا منصور أمت أمت. وهل بقي اليهود في حصونهم؟ لقد خرج مرحب اليهود يخطر بسيفه وهو يقول: لقد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. يا منصور أمد أمد أمد، يا منصور أمد أمد، يا منصور أمد أمد. وماذا فعل المسلمون؟ برز له عامر بن الأكوع فقال: قد علمت خيبر أني عامر، شاك السلاح بطل مغامر. ومن الذي قتل الآخر؟ اختلف ضربتين، فوقع سيف مرحب في ترس عامر، فذهب عامر يسفل له، وكان سيف عامر فيه قصص، فرجع عليه ذباب سيفه فأصاب عين ركبته فمات منه.
فقال سلمة بن الأكوع للنبي صلى الله عليه وسلم: زعموا أن عامرا حبط عمله. فقال صلى الله عليه وسلم: كذب من قال، إن له أجرين. وجمع بين إصبعيه: إنه لجاهد مجاهد، قل عربي مشى بها مثله. وماذا صنع مرحب؟ دعا مرحب للمبارزة مرة أخرى وجعل يرتجز قائلا: أنا الذي سمت أمي مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. أنا الذي سمت أمي حيدرة، كليت غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصوع كيل السندرة، خذها يا عدو الله. الله أكبر، الله أكبر، خذها يا عدوي. فضرب مرحبا ففلق هامته، وكان الفتح على يديه رضي الله عنه. ودار قتال مرير حول حصن ناعم، قتل فيه أشراف يهود، فانهارت مقاومتهم وعجزوا عن صد هجوم المسلمين، فهربوا إلى حصون الصعب بن معاذ. واقتحم المسلمون حصن ناعم، واستمر المسلمون يهاجمون حصون خيبر وهي تتساقط تباعا. فلما أيقن اليهود بالهلكة ولم يروا محيصا من الاستسلام، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح، فصلحوه على أن يجلوا منها ولهم ما حملت ركابهم. أيها اليهود، عليكم أن تجلوا عن دياركم ولكم ما حملت ركابكم، ولرسول الله الصفراء والبيضاء، وعليكم أن لا تكتموا شيئا، فإن فعلتم فلا ذمة لكم ولا عهد. وهل وفى اليهود بما صالحوا عليه رسول الله؟ لقد غيبوا مسكن فيه مال وحلي لحيي بن أخطب، كان احتمله معه إلى خيبر حين أجريت النظير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعم حيي بن أخطب: ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النظير؟ أذهبته النفقات والحروب. فقال صلى الله عليه وسلم: العهد قريب والمال أكثر من ذلك. فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الزبير، فمسه بعذاب، وقد كان قبل ذلك دخل خربة فقال: قد رأيت حييا يطوف في خربتها هنا. فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة، فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني ابن الحقيق، وأحدهما زوج صفية بنت حيي بن أخطب، وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءهم وذراريهم، وقسم أموالهم بالنكث الذي نكثوا، وأراد أن يجليهم منها. يا محمد، دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها، فنحن أعلم بها منكم. وماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سمع ذلك؟ لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها، وكانوا لا يفرغون يقومون عليها، فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع وكل ثمر، ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم. وماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بغنائم خيبر؟
قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم خيبر، وكانت كثيرة كما وصفها تعالى في كتابه العزيز. وقال ابن عمر فيها أيضا: ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. وقالت عائشة رضي الله عنها: لما فتحت خيبر قلنا: الآن نشبع من التمر. أبشر يا رسول الله، لقد قدم جعفر بن أبي طالب وأصحابه، ومعهم الأشعريون أبو موسى وقومه. بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه، فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر وأصحابه عنده، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا وأمرنا بالإقامة، فأقيموا معنا. فأقمنا معه حتى قدمنا، فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح خيبر، فأسهم لنا، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر شيئا إلا لمن شهد معه، إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معنا. لقد فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدوم جعفر ومن معه من مهاجري الحبشة، فقال مبتهجا: والله ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. لقد جبل اليهود على المكر والغدر ونقض العهود والمواثيق، فهم لا يستقيمون على عهد أو ميثاق إلا ما دمت عليهم قائما. فلما اطمأن برسول الله صلى الله عليه وسلم المقام، أهدت إليه امرأة يهودية تدعى زينب بنت الحارث شاة مشهودة. أي عضو أحب إلى محمد؟ أذرع. ولذلك أكثرت فيها من السم، ثم سممت سائر الشاة، ثم جاءت بها، فلما وضعتها بين يدي رسول الله تناول الذراع، فلك منها مضغة فلم يسوها، ولفظها ثم قال: إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم. ثم قال: اجمعوا لي من ها هنا من اليهود. فجمعوا له، فقال لهم: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقي فيه؟ فأجاب أحد اليهود: نعم يا أبا القاسم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ فأجاب آخر: أبونا فلان. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبتم، أبوكم فلان. فقال يهودي آخر: صدقت وبررت. فقال صلى الله عليه وسلم: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهل النار؟ نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم عليه السلام: اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجعلتم في هذه الشاة سما؟ نعم. فقال عليه السلام: فما حملكم على ذلك؟ أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك.
وماذا حل بالمرأة اليهودية التي دست السم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا جدي؟ أجل يا جدي، هل قتلها؟ جيء بالمرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أردت قتلك. فقال: ما كان الله ليسلطك علي. قالوا: ألا نقتلها؟ فقال عليه السلام: لا، ولم يتعرض لها ولم يعاقبها. وبعد ذلك ماذا حصل يا جدي؟ كان بقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر بن البراء، فأكل من الشاة فسرى السم في جسمه فمات. فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقتلها قصاصا. إنها تستحق القصاص يا جدي، لأنها قاتلة. وماذا عن قريش التي عقدت عهدا مع المسلمين؟ لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وقع تراهن عظيم بين مشركي قريش، فمنهم من يقول يظهر محمد وأصحابه، ومنهم من يقول يظهر الحليفان ويهود خيبر. أعلم أنك الحجاج بن علاط السلمي، وقد أسلمت وشهدت فتح خيبر، ولكن إلى أين أنت قاصد يا أخي؟ أوجهتك مكة. نعم يا أخي، أنا الحجاج بن علاط السلمي. أنا كما تعلم كثير المال، وامرأتي من قريش، ولي عندها ذهب، وإن تعلم هي وأهلها بإسلامي فلا مال لي. لقد أذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أسبق خبر ظهورنا على اليهود، ولأخبرن أخبارا أدرع بها عن مالي ونفسي. إذن على بركة الله. على بركة الله يا أخي. فكان الحجاج بن عراط السلمي قد أسلم وشهد فتح خيبر، وكانت امرأته من قريش، وكان كثير المال. فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر، ذهب إليه الحجاج وقال: يا رسول الله، إن لي ذهبا عند امرأتي. فأذن له الرسول وسبق الخبر. اقتمي عني واجمعي ما كان عندك من مال، فإنني أريد أن أشتري من غنائم محمد وأصحابه، فإنهم قد استبيحوا وأصيبت أبوابهم، ثم إن محمدا قد أسر وتفرق عنه أصحابه، وإن اليهود قد أقسموا لتبعثن به إلى مكة ثم لتقتلنه بقتلاهم بالمدينة. هيا يا امرأة إلي بالمال والذهب حتى لا يضيع الوقت. هيا هيا. وهكذا فشى هذا الخبر بمكة، واشتد على المسلمين، وبلغ منهم، وأظهر المشركون الفرح والسرور. لا أتخيل يا جدي كيف كان ذلك صعبا على المسلمين. بلغ العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم زجلة الناس وجلبتهم وأظهر السرور، فأراد أن يقوم ويخرج، فانخذل ظهره فلم يقدر على القيام، فدعا ابنه قثم، وكان يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل العباس يرتجز ويرفع صوته لئلا يشمت به أعداء الله: حبي قثم، حبي قثم، شبيه ذي الأنف الأشم، نبي ربي ذي النعم، برغم أنف من رغم. وحشر على بابه رجال كثيرون من المسلمين والمشركين، منهم المظهر للفرح والسرور، ومنهم الشامت المغري، ومنهم من به مثل الموت من الحزن والبلاء. فلما سمع المسلمون رز العباس وتجلده طابت نفوسهم، وظن المشركون أنه قد أتاه ما لم يأتهم. ثم ماذا فعل العباس؟
أرسل غلاما له إلى الحجاج. ويلك ويلك مما جئت به، وما تقول؟ فالذي وعد الله خير مما جئت به. أقرأ أبا الفضل السلام وقل له فليخلو بي في بعض بيوته حتى آتيه، فإن الخبر على ما يسره. أبشر أبشر يا أبا الفضل، يا أبا الفضل، يا أبا الفضل، يقول لك الحجاج اخلو به في بعض بيوتك حتى يأتيك ظهرا. وماذا فعل العباس بعد ذلك يا جدي؟ وثب العباس فرحا كأنه لم يصبه بلاء قط، حتى جاءه وقبل ما بين عينيه فأخبره بقول الحجاج فأعتقه. فلما جاءه الحجاج وخلى به أخذ عليه لتكتمن خبري، فوافقه العباس على ذلك. جئت وقد افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وغنم أموالهم وجرت فيهم سهام الله، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اصطفى صفية بنت حيي لنفسه وأعرس بها، ولكن جئت لمالي، أردت أن أجمعه وأذهب به، وإني استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول، فأذن لي أن أقول ما شئت، فاخف علي ثلاثا ثم اذكر ما شئت. أحسنت صنعا يا زوجتي بأن جمعت متاعي ومالي، فأنا على عجلة من أمري. نعم، انشمر راجعا. فلما كان بعد ثلاث أتى العباس امرأة الحجاج فقال: ما فعل زوجك؟ ذهب، لا يحزنك الله يا أبا الفضل، لقد شق علينا الذي بلغك. فقال العباس: أجل، لا يحزنني الله، ولم يكن بحمد الله إلا ما أحب. فتح الله على رسوله خيبر وجرت فيها سهام الله، واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية لنفسه. فإن كان لك في زوجك حاجة فالحقي به. يا أظنك والله صادقا. فقال العباس: فإني والله صادق، والأمر على ما أقول لك. إذن فمن أخبرك بهذا؟ فقال العباس: الذي أخبرك بما أخبرك. ثم ذهب حتى أتى مجالس قريش، فلما رأوه قالوا: هذا والله التجلد يا أبا الفضل، ولا يصيبك إلا الخير. قال: أجل، لم يصبني إلا الخير والحمد لله. أخبرني الحجاج بكذا وكذا، وقد سألني أن أكتم عليه ثلاثا لحاجة، فرد الله ما كان للمسلمين من كآبة وجزع على المشركين، وخرج المسلمون من مواضعهم حتى دخلوا على العباس فأخبرهم الخبر، فأشرقت وجوه المسلمين. ثم كان ماذا يا جدي؟ بعد سقوط خيبر تهاوى كيان اليهود العسكري في الجزيرة العربية، فجاء يهود فدك يطلبون الأمان، وسقطت حصون اليهود في وادي القرى عنوة، واستسلم يهود تيماء، ومد الإسلام ظلاله على أرض العرب التي ظلت حينا من الدهر في يد يهود يعيشون فيها كما يشتهون، ويفرقون بين أهلها كما يشاءون. إنهم يستحقون أكثر من ذلك يا جدي. نعم يا أسامة، فقبل انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى أوصى بإخراج اليهود من جزيرة العرب، لأنه لا يجوز أن يجتمع فيها دينان. ومكث يهود خيبر يزرعون الأرض على النصف من نتاجها، إلا أنهم لم يستطيعوا أن يغيروا من مكرهم وغدرهم،
فقد اغتالوا رجلا من المسلمين وفدعوا يدي عبد الله بن عمر أيام خلافة أبي. فقام عمر بن الخطاب خطيبا في الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أن نخرجهم إذا شئنا، وقد عدوا على عبد الله بن عمر ففدعوا يديه كما قد بلغكم، ومع عدوهم على الأنصارية قبله لنشك أنهم أصحابه، ليس لنا هناك عدو غيرهم، فمن كان له مال بخيبر فليلحق به، فإني مخرج يهود فأخرجهم. وهكذا حقق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرج اليهود من أرض الإسلام، لأنهم لو بقوا فيها لعملوا على انقسامها، وما اكتسب أهلها من بقائهم إلا الدسائس والخيانة. هكذا ينبغي يا جدي على المسلمين أن يخرجوا اليهود من أرض المسلمين، وبخاصة بيت المقدس الذي يرزح تحت استعمارهم البغيض. ولكن إلى متى يتحقق ذلك؟ هو قريب إن شاء الله، عندما يعود المسلمون إلى دينهم كما كان سلفهم الصالح رضوان الله عليهم. فإن فعلوا ذلك فقد استحقوا الانتصار والانتشار، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. اللهم أرنا يوما تقر به أعيننا من اليهود وأعوانهم. آمين يا رب العالمين. إلى النوم يا أبنائي، على أمل اللقاء على بركة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.